السلام العائله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير، وتكونوا بصحه جيده، وتكونوا مهنيين كيف ما ديما، وتكونوا ناشطين. اليوم واحد الفيديو اللي هو قصير قصير قصير، ولكن زوين. اقتراح كاقتراح من الاقتراحات، قرب الدخول المدرسي، الدراري غيدخلوا المدرسه، اشنو غنديروا اليوم؟ غندير معكم كوب كيك اللي بواحد المقادير اللي زوينين بزاف، ومقادير ساهلين وكميه كبيره. الكوب كيك اللي غنصايبهم بكاس ونص ديال الماء، يعني من غنديروا كاس ونص ديال الماء في المكونات ديالنا راه غيجينا واحد الحاجه اللي كثيره بزاف، وفي نفس الوقت زوينه. ملي تنشوفوا كوب كيك في شي مخبزه ولا في شي باتيسري كبير، تنقولوا واو كي دايرين وطالعين مزيان من فوق، من تيكونوا دايرين دوك الفقاعات ديالهم في الدار. بعد ما راه تيصدقوش لينا، ولكن السر البنات، السر هو ديال اليوم اللي غنصايب معكم، ونقول لكم اشنو هو السر باش كوب كيك غيجيوك بحال ديال مخبزات نيشان، بحال اللي جبتيه من المخبزات، وغيحماقوا عليه وليداتكم، وفيما يكونوا غادا المدرسه نعطيوهم وحيده ونعرفوا اشنو عطيناهم. داكشي علاش غنجيكم باقتراحات ان شاء الله الكوتي، واقتراحات الغداء بالنسبه للدراري ملي غينوضوا للمدرسه. وخليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير، ما تمشيو فيه البنات. لهاد كوب كيك غنحتاج جوج بيضات، كاس معمر ديال الحليب، كاس ديال الزيت معمر، كاس سنيده، جوج خمارات، كاس ونص ديال الماء يكون دافي، قبيصه ديال الملحه. صافي، دابا تنخوي دوك البيضات في الاناء اللي غندير فيه الخليط، ونزيد عليه السكر وديك القبيصه ديال الملحه، وغنخلط كلشي مزيان 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 حتى يندمج ليا داك الخليط، ونزيد عليه الزيت. الا صافي يا البنات، ونزيد هذاك الحليب اللي عندي، وغنزيد داك كاس ونص ديال الماء، والكاس ونص ديال الماء البنات يكون دافي، ما يكونش طايب وما يكونش بارد، المهم يكون دافي باش يطلعوا لينا دوك كوب كيك. وهذا هو السر ديال كوب كيك، هو داك الماء يا البنات، وتعطينا واحد الكميه اللي كثيره. هنا البنات في الدقيق غنبقى نضيفوه بالتدريج، يعني باش نعطيكم المقادير مضبوطه. غندير بالكاس، صافي تشتوني خويت الكاس الاول، ودابا غنخوي الكاس الثاني، وغنخلط وغنشوف الخليط ديالي واش باقي خصو نزيدو الدقيق. هنا البنات الكميه اللي هزات ليا ديال الدقيق لهاد كوب كيك هذا 3 الكيسان ونص ديال الدقيق، 3 الكيسان ونص كيف ما تتشوفوا، راه تنعبر معاكم قدامكم باش نعطيكم المقادير مضبوطين. وملي غا في الاخر تنخوي دوك الساشيات ديال الخميره باش يعطيو المفعول ديالهم. صافي، وغنخلط كلشي، وغناخذ هذاك الخليط البنات غنقسمو على جوج، غندير النص بالشوكولا وغنزينو بحبيبات ديال الشوكولا، والنص الثاني غنخليه بحال هكاك حتى يطيب، وغندير ليه المربى، وندير ليه اللوز ايفيلي. بغيتو ديروا العسل، ديروا اللي بغيتو، بغيتو تخليوهم غير هكاك تيجيو زوينين. راه والله يا البنات هاد كوب كيك تيجيو زوينين بزاف، ومقادير وتعطي واحد الكميه كبيره بزاف. انا دوك القوالب ديال الكوب كيك عندي كبارين، داكشي علاش هزوا لي 10، اما نتوما اللي كانوا عندكم دوك الصغار راه غيهزوا حتى 20، غيجيو كثار بزاف. وكيف ما تتعرفوا، كيف ما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو، راه وليداتنا غنحتاجوا ليهم هاد كوب كيك، كيكات صغيورين شحال من حاجه. وان شاء الله الا قدرني الله غنشارك معكم الحويجات اللي بقاو يديو وليداتنا ان شاء الله. خليكم، انا دابا غنسخنت الفران، غنخشي هذوك الكوب كيك. كيف ما شفتوا، كيف ما قلت لكم، صافي النص الثاني راه غنخوي عليه ديك الساشيه ديال الكاكاو، وغنخلط وغندير ليهم نفس العمليه اللي درت الاولين. وكيف ما قلت راه الفران سخون، غندخلهم الفران ونرجع معكم. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better.
it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. الغلط اللي درت انايا حاولوا تعمروهم اكثر من النص باش يجيو من الفوق لكم من الفوق بزاف. انا ما درت لهم النص اليوم بحال هكا حيت كبارين بزاف. المهم جاو زوينين المذاق ديالهم رائع ديجا. انا نجرباهم قلت غنشاركهم معكم علاش انا من حياتي تجي زوينه علاش ما نشاركهاش معكم. وكيف ما قلت لكم راه غنحتاجوهم بزاف هاد الايامات ان شاء الله لوليداتنا في الكوتي في شحال من حاجه. المهم يديوهم يفطروا بهم في الدار ولا يديوهم معاهم. صافي هادو ديال الشوكولا حيدتهم واللي درت بلا شوكولا غناخذ كيف ما قلت لكم غير الكوفيتير وغنزينهم وغنزينهم باللوز ايفيلي وصافي. وها هما واجدين بالصحه والراحه ويخليكم معايا. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite. They feeling I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the طلبوش واحد الوقت كثير دغيا دغيا خلطتهم. انا تنسايب الغداء وفي نفس الوقت خلطتهم ودرتهم في الفران دغيا طابو تزين ساهل بزاف اللي هما زوينين زوينين. وكيف ما قلت لكم النتيجه زوينه والطريقه بسيطه والمقادير بساطين. باش ديري كوب كيك ديري فيه كاس ونص ديال الماء راه انت دوبلتي المقادير دوبلتي دوك المقادير اللي عندك. ها هما درتهم تقدروا ديروهم بالشوكولا تقدروا ديروهم بلا شوكولا ديروهم بحال اللي درت انا دابا. انا نوعت درت خمسة بالشوكولا وخمسة بلاش. هادو درتهم دوك بيبي شوكولا بحال هكا. ولكن البنات راه هاد الشوكولا هادي صدقات ليا ماشي من النوع اللي جيد. ما بقاوش دابو ما بقاوش حبيبات هكاك. المهم انا اللي كاين غنقولوا تنقولوا لكم ما تنخبي عليكم والو. ولكن كيف ما قلت لكم صدقوا زوينين بزاف وجاوا رائعين. ها نتوما تشوفوا النتيجه زوينين البنات جربوهم وغتردوا عليا الخبر. تنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم اللي شاركت معكم. قبل ما نسد هذا الفيديو الا كان تعجبكم هذه الاقتراحات انا نشارك معكم اشنو غندير لولادي في المدرسه واشنو نبقاو نصايبو علاش لا ديروها لي في الكومنتات. نبقى كل نهار نشارك معكم حاجه اللي هي خفيفه بزاف وظريفه وفي نفس الوقت ما كاينش مقادير كثار وما كاينش مكونات اللي هما غاليين وما نقدوش عليهم. المهم هذا هو الفيديو. شكرا لكم بزاف والهلا يخطيكم والكومنتات ديالكم تيحفزوني وتخليوني نوض باش نصيف شي حويجات اللي حنا غنستافدو منهم كاملين. ما تنسايونيش باللايكات وشكرا لكم بزاف والى اللقاء الى فيديو جاي. باي باي.